أهلا بكم. توج وفاق الصيف بلقب الدوري الجزائري قبل جولتين من نهايته بعد فوزه على مضيفه مولودي تبجاية بثلاثة أهداف دون رد، مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر مولودي الجزائر أمام مضيفه سريع غليزان بهدفين لثلاثة. أهداف الوفاق وقعها كل من عبد الحكيم مقران وميلود ربيعي ومحمد خثير زيتي. أصبح في رصيد وفاق الصيف 54 نقطة بفارق 7 نقاط عن الملاحق مولودي الجزائر، ليحرز النسر الأسود بذلك لقبه 8 في تاريخه. اكتملت الصورة في الدوري الجزائري، وفاق الصيف بطلا قبل جولتين من خط النهاية. الفريق ترك الجميع على الأرض ليخطف اللقب بفوز على مولودية بجاية بثلاثة أهداف دون رد. من حق اللاعبين أن يرتاحوا الآن بعد موسم شاق وطويل. أنجزوا المهمة على أكمل وجه، حصدوا 54 نقطة ضمنت لهم لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخهم. الرقم 6 كان حاضرا بنسبة كبيرة في مسيرة الفريق هذا الموسم. أبناء عائل الفوارة حققوا الفوز في 16 مباراة، تعادلوا في 6 وبذات الرقم تعرضوا للخسارة، حصيلة عبدت الطريق للفريق نحو اللقب. زملاء الهداف رشيد ناجي لم يتركوا الفرصة للجميع، فأطاحوا أبرز منافسيهم سواء خارج الميدان أو في ملعب النار والانتصار. النهاية إذن كما أرادتها جماهير الفريق، تتويج ومعانقة اللقب من جديد. في اتصال هاتفي في نشرة سابقة هكذا رئيس نادي وفاق الصيف حسان حمار بأن ناديه استحق التتويج نظرا لما يتمتع به من لاعبين وجهاز تدريبي على مستوى عال. في رمضان كريم لكم الأمم الإسلامية وليكم انتما، نظن باللي التتويج تاع الوفاق تتويج مستحق نظرا للمردود الطيب اللي داروا اللاعبين تاعنا والطاقم الفني. نظن باللي فريق وفاق الصيف يستهل الاستحواذ نظرا للتركيبه البشريه، لاعبين يعني لاعبين في المستوى، اللي في ذلك طاقم فني يعني عنده كفاءه عاليه، هذه دعم جماهيري كبير من فريق هذه خلات، هذه هما اسباب نجاح الوفاق.